والخاشعين والخاشعات. شو الخشوع يا ابني؟ الخشوع هل انت بتكون عم تنطوط اذا دخل عليك رئيس الجمهوريه الان فجاه على الجامع تم التنطوط؟ ما الا اذا كان انا من حكايه هيك او فاتحه عبد صدري وقد يكون لي عذر صحي راسا ضبضب، ما هيك؟ بغير كل الجبه يجيب الجبه. فالخشوع تجلي نور الله وعظمة الله وجمال الله في مرآة قلب المؤمن. القلب اللي طهر من الدنايا، القلب الذي تطهر من الرذائل الجوانية، ما عاد في غش، ما عاد في حقد، ما عاد في مكر، ما عاد في صفة الظلم. الظلم باليد مثلا تضرب، من القلب صفة الظلم انتزعت. إذا القلب ما في ظلم الإيد ما عاد تظلم، إذا الخيانة انتزعت من القلب الإيد ما عاد تسرق. فقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذا بيصير بظهور نور الإيمان. لذلك النبي قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ويعني به الإيمان الحي. ما الإيمان الميت؟ ما مسمى الإيمان؟ ما ادعاء الإيمان؟ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. المقصود المؤمن الإيمان الحي. فنحن إيماننا ادعاء، إيماننا انتماء. لأنه ما دخلنا مدرسة الإيمان يا أخي، ما دخلنا، ما عم ننجح في الحياة، ما دخلنا مدرسة الحكمة. الحكمة اللي تنجح في كل شؤونك الحياتية، الإيمان اللي تنجح في عالمك اللانهائي. علوم القرآن تجمع الإيمان وتجمع الحكمة. فما في شيء لا تتحقق السعادة إلا به ففرضه الله عليك، وكل شيء تتحقق به شقاوتك وتعاستك صار محرما عليك. فلما عم بتأدي فرائض الله ما لأجل الله ينتفع منك أو يستفيد منك، لأجل سعادتك. وكدليل لما العرب على بداوتهم وجاهليتهم ووثنيتهم لما صاروا مسلمين حقا ومؤمنين حقا، وين صاروا؟ صاروا في ضواحي باريس وفي قلب الصين. ولما انهارت الدولة العربية العباسية لأنه ما مشيت على الإسلام، قام الدعاة، قاموا العلماء بالدعوة بلا سياسة، ما طلبوا لا ملك ولا رئاسة ولا وزارة. سيبيريا، سيبيريا بالخريطة بتعرفوها، تطلع قد أوروبا على كم مرة؟ كم مرة؟ 4-5 مرات. سألت مفتي سيبيريا بالاتحاد السوفيتي، مفتي سيبيريا والقسم الأوروبي بآن واحد، قلت له دخلك سكان سيبيريا شو دين هون؟ قال لي 80% مسلمين. 80؟ أنا والله ما بعرف يا ابني، صار عمري هالعمر وأنا اللي ما بضيع من وقتي ولا دقيقة وراء العلم والمعرفة.